الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمة تنزيله وهو أسرع القائلين: إن الذين يؤمنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أيام ما دعيه هنا لنا قد أجد المسلمين ويكون لنا بيت كان شرف سبحانه ونكوك أقرأ القرآن كريمك. يا سبحانه وتعالى فإذا ألا كتبكم تابع قولتك لها بقرآن كأقرنا أيام وحي لي أن إذا صلاة بيتك أنا أيام ووحي أنك أرسلنا هنا قيب كمدة بحنا أيام وحي لي أن تجاروا أيام قسارينين صوت الوحي تاي يوفي وجورهم سأجرهم اللي يقولوا فيه أنك وفيه مركة سيد الأمين أنكو حجينا يا تاريخ ذا سوى على طول ما لنتم وما لنقوت الأذاء بشا أبريل لغاتنيكو لغاتا قولي لغاتنك أنكو حجينا يا طلع ما يعد أجري كنا فالبغل تكون فالبغل أنكو قبل هذا يا معلم حسين الفاف وكوحو إلياس معلم سبري عبد الرحمن صغار ونقول أه صالح سيد عبد الرحمن قرني إيه خانيس الله هاي هو معلم عبد الله معلم فنح وكوحو معلم موسى وكوحو معلم محمد محمد حسين وكوحو معلم موسى محمد وعقود اسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم الياس معلم سبريد عن تسودون معلم موسى محمد سبريد فلا تقدر مشكورا يا لطيف بدرين يا بي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديكم فجاءوا كاذبون بالله لنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم حيث أقلهم في قدسهم ظلما كريما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرنا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دينكم ما فعلوه إلا قليل منهم لو أنا فعلوا ما يعدوا ربي لك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعثمان وعثمان ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا قل من لا يبدئن فإن أصابتكم مصيبة ولقد أنعم الله علي إلا ما كن معهم شهيدا فإن أصابك فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبين مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتل في سبيل الله ويقتل ويغلب فساقا في أجناله وقال لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم بأنفسنا من لدنك ولنا من لدنك نصيرا
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله وقاتلوا يا شيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشة الله أو أشد خشة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب من فتنة الدنيا قريب والآخرة خير لمن اتقى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله كل من عند الله من الله وما أصابك من سيئات من نفسك وأسماك لناس رسولك فمن الله جريح من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أسماك عليه عظيما فإذا برزوا من عندك بيض ضائفة من غير الذي تقول والله يجب ما يبيتون فأمن من توكى على الله يعني بالله يوكيل أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه جنابا كثيرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرم للمؤمنين عصا أيكم فباس الذين كفروا حتى فشدوا باسا وأشدوا تأبيلا يشفع شفاعة نزلت أن يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كلب منها وكان لها كل شيء مغيرا وإذا حييتم بتحية فحيوا بحسابها ألا لا إله إلا هو لا أدمعنكم إلى يوم القيامة لا حرم فيها وما لكم الموافقين فئتين والله أرقسهم بما كسبوا لا تعيدوا أن تدلوا من أضل الله ومن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن قتلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليه سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم لهم ويقضوا أحبتهم وعليكم جعل لكم عليه سلطانا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فدية مشرعين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن
قتلا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وجبنا عليها يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ذلك فاز ما قبل فمن جنى عليكم فسيحوا عندما كان بما تعملون خبير لا يسأل القاعدون بالمؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدين درجة وكل هذا لا يزنى وفضلنا المجاهدين على قاعدين عشر عليك إنه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا المصطفين من الرجال والنساء والبلاد لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيل عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا ودودا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ويؤمن بعد هذا مهاجرا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن غيرتم أن يأتيكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم من كان بكم ألم من نظر أو كنتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا مرضتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مأخوذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون ولا يستخفون من الله وهو معه إذا يجدون على يضع يقول وكان لا بما يقول عمره أنتم أولى جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أما الضائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم
وما يدلونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما خير في كثير من نجواهم إلا من أمن بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك بالله ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى عن دينه هذا المسيح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يجب الله عبد الله يدور من دونه إلا يأتى ويدور إلى شيطان فليبتكن آذان العام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله يوم يتخذ شيطان غيرا من دون الله فهذا حسان مبين ومن كيفما يعدهم شيطان إلا غلوبا فهذا أنهم لا يجدون على محيط والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ما يحكم منهم إلا حقيقة أمانيكم لا أماني أهل الكتاب من يعمل صحيح جميعا يجد ما دون الله ولا نسيئا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهم من الله ومن أسر دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم حنيفا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا يأتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لهن وترغبون أن تنكحوهن ومستضعفين في سبيل الله أن تقوموا لليتامى بالعدة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير من أنفس الصلح النساء ولا حرستم فلا تميلوا كل الميل ما كان معلقت عند جهادتهم فإن الله كان غفورا رحيما وإذا تفرقا يغن الله لم يزعجه وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم من الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 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 ثم كفروا
دون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير نقر من ظلم ما دام الرحمن في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم من كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم من كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستحوذ عليكم وأنا معكم يا مؤمنين وما يكون بينكم يا مريم غير الله بهذه المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بسلام تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريد لا تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون ورسله ولم يفرقوا بين أحد من أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما فسيقال الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ولا نجدوا بالسمج وأخذنا منهم ميثاقا عليما وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم ألفهم أنهم عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك مما لم يكن منهم بالذي ما قتلوه رضيه ورفع الله به وكان الله عزيزا حكيما وإن من أي كتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ومريم يكون عرمنا عليه حلمات محلة وبسد مع سبيل الله كثير وأغني من ربا وغلوا عن وغلي أمال الناس بالبعضي وعدنا للكافرين من الملاب الأليم لكن الراسقون في العلم منهم فالمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والنذور الزكاة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قصصناهم عليك من الله ورسولا لما قصص عليك كلم الله موسى
لئلا يكون للناس على يدك قدر زمن كان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك فانزله العلم والملائكه يشهدون على بالله شهيد ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فإلى الله في السماوات والأرض وكان العليم حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله لا واحد يكون له يد لا ما في السماوات ما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنقذ المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وما يستنقذ عن عبادته ويستنقذ ما يدعو إليه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنقذوا وسبروا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة من ربهم ويهديهم صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن الله لكم أن تتقوا الله بكل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود إن لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ولم يحل زيد آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن سدوكم عن المسجد الحرام والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضر في محمد غير متجانب فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا لهم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنزل عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين والمسافحين للمتحدين أما يكون الإيمان من آخرتك يا فاسدين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله مضلي عشر نغيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل لعناهم وجعلنا قلوبا قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على آية من الله ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء رسولنا يبين لكم الدين بما كنتم تدعون من الكتاب ويكفوا عن الدين حتى من الله إله الكتاب من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا وإلا إلى المسماوات بينهما أمرهما إلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإن يملك السماوات والأرض بينهما إليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم أنبياء من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أبدا ما داموا يا وابن عليهن ابن آدم بالحق إذ غرما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتوب من الله حيرا إنما يدك لتطرني ما أنا بباسط يدي إليك يا ترك إني أمام الله أمبراري إني أريد أن تبوء بإني وإني قبل تكون لنا من نار وذلك يد الله فدوعت نفسه على يقين وتنام فالله يا مازي فبعد الله القرآن من يبحث في الأرض ليري أو كيف يواري سواد أخي قال يا ويلتا عجز أن أكون من هذا لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من خلال ذلك بهذه المسرفون الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال ذلك لهم في الدنيا إلا الذين تابوا مثله معه ليهتدوا به يا رب يا مجرى تغطي عنهم العذاب الأليم أن يخرجوا من النار ولم يعالجين منها وعذاب والسارق والسارقة فاقلعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكان في الغيب العزيز الحكيم وما تاب من بعد ذنبه الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويعذب من يشاء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم لم يأتوك يعرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين أمنوا بالله كالور للصوت فهم جاءوك فاكم بينهما وارض عنهم انتر عنهم فهي الروس اليهو الهجم جاءوك بينهما بأن عنا لا يحب المسلمين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة يا عمره يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوني
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروع قصاص فما تصدر بك وكفارة الأب ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينا أجيل به هدى ونورا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينا أجيل به ونورا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينا ومنعكم بما الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله يدركوا جميعا فيربيكم بما فعلتم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتولوا فلمن ما يريد ما يصيب لبعض الذنوب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اتخذوا من الصلاة اتخذيها تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ولا بار على الله بسوء طلب ما كانوا يصنعون قالت اليهود يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لكفرنا عن سيئاتنا ومن أهدنا فمن أغمقهم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ولا يأكلوا من أمة مدثرة وكثير منهم ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تغيب التوراة والإنجيل ما أنزل إليكم من ربكم ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تتبع من الراجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فريقا يكذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم فما عموا وصموا كثيرا منهم الله بصير بما يعملون أكثر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يجب يا ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد خرج من قبله الرسل وأمه صديقة لا يأكل أنك أنظر أنك بين الأرواب فما أدر أن أعرفكم ما دون الله ولا يملك لكم ضرا ولا نفع الله سميعا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم وضلوا بهم وضلوا كثيرا وضلوا حتى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم عن سخط الله عليهم كانوا يؤمنون بالله والنبي وما الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن من القسيسية أربان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض ويتبه ما عرفوا من الحق يقولون طيبا ما حلال لكم لا تزدوا إنما لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم
في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رغبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمان إذا عرضتم أيمانكم لا إليه بين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الله وعزاد فلنتم أنتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا بلاغ مبين ليس على الذين آمنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما دعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآسموا والله يحب المسيح يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم رماحكم يا رمضان لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما تدعون بعدكم البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك بطلب ولا علم في سماوات قل يا ذا الخبيث والطيب ويا أعجب فقد تطيب واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم إن تسألوا عن أشياء إن تبد لكم أبدا ولا صائبة ولا وسيلة ولا حامل ولكن الذين يقولون على الذي تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم معد الله إذا تديتم إلى ما تجيبون بها من أنتم لما أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نزلي في ثمن ولا أقبل ولا أنتم لا تتبع إنا إذا رب العالمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم إلا 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 إل
على وجهه إذا جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الضيق آية طائر بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني ابن مريم هل يستطيع رب لا ينزل علينا بعيدة من السماء يريد أن نأكل منها وتطمئن اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أن كنت قلت قال لم تبت لهم في نفسك إنك أنت علام الغيوب أقول لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما لم إلا ما تبتني صادقين عصدهم لهم جدا لا نهدي من جدي أنا لا يهدي ربي أبدا نبي لهم ربي ذلك ما تعليم السماوات والأرض فينا الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ألم يراكم ألقنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا برسل ما قبلك ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسي الرحمة لا يجمعنكم يا يوم القيامة لا ريب فيه الذين عزلوا ولا يطعم لهم ولا ما سمع ولا تكون لهم
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يكن بغير فهو على كل داء قدير فهو عبادي والحكيم الخبير وليس إن أكبر شهادة قل الله سيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وغرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ونحن نحن على سماتنا الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الله رب العالمين الذي أتى أن تعلم إنه ليحزنك الذي يقول فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ويعملني لكلمات الله ولم يجعلك من الله المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء يهتدي بآياتها يطير بجناحه إلا ما بقنا بكتاب من جنوب والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم بظلمات من يا ربنا يا ديننا يا ربنا 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 يا
مرسلين إلا مبشرين ومنذرين والذين كذبوا بآياتنا يمسون بنا بما كانوا يمسون ما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك من التقوى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة وعشي يريدون وجه ما عليك من كتب ربكم على الذين من إنما عمل ذنبه بجلد ثم تاب الذي على بين عبور رحيم كنفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يا رب الذين تدعون من دون الله قل لا تدعوا ربكم فتنسوا يوما من المجرمين من ربي وكذبتم بما عندي ما تستعجلون به إيه يا رب إلا لله يغضي الأمر وحير الفاسد قل لو أن عندي ما تستعجلون به يا رب يا رب بيني وبينكم لا أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ثم يبعثكم فيه ليضاركم سمعكم إليه ثم ينزلكم ما كنتم تعملون فلا إلنا هو عبادي ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أنتكم ما كنت أبد رسلنا وما يفرقون ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ليكون قل والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويريد بعضكم أن تبين لأنهم يفعلون والحق قل لسعيكم بوكيل لكل مرء مسر وثابت علما وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث قليل وإما يمسينك الشيطان فلا تلقى ليه معقوم الظالمين الذين هم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس الله من دون الله ولي ليس الله من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين إذا دان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يمنون يا الله يفرج الله يفرج الله يفرج الله يفرج الله يفرج
جرى تتخذ أصحاب الآياتي عليك قومك في ظهار النمي وكذلك نريد قال هذا ربي على أنفسنا أبلغ قال يا قوم إني بريء من أرضي وذي وجهت وجهي للذي أدرى سماواتي والأرض فما أنا مشركين حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يجعل ربي يا وسع ربي كل شيء أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يحزن عليكم سلطانا ما يفري بين حق الحق والباطل الذين آمنوا ولم يقصوا مما عملوا قدم حجتنا أتينا إبراهيم أقام بك درجات من نجاح ربك حكيم عليم هم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر يا الله هلك الناس يا قوم ليسوا بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أدرك عليه إلا لله العالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويغفر كثيرا وجدتم ما ولتنذر أم القرى ومن حولها والذي يذل ربها يجب يوم يكيرها على صراطه حافظ ومن هذا ممن ابتلى على الله كذبنا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وملائكة باسدوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم إلا أنتم تمرون على الله غير الحق يكفر عن آياته تستكبرا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم على نوركم ما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وقد قطع بينكم وقطعكم أرحامكم إن الله فالق العب والنوى يخرج الحي من البيت ويخرج الحي من أولئكم الله فأنا تبعكم خالق الإصباح وجاعل الليل فكانت الشمس النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الأرض قبل أن تسأل الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمصغر المجوم كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
متراكبا ومن النخل من طلعها غنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغيرا متشابها صرف الآيات وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء وقلنا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض فدة الذي لا يؤمن لا ولد غير الله يبتغي أعظما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون ربك الغفار لا نمد لكلماتي والسميع العليم وانطبع ثرى فاذلات يضلك عن سبيل الله ان يتبعوها الا من العلم لا يرسوها ربك اعلم من يضل عن سبيلها من مهتدات مما ذكر اسم الله لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ما يضلون بأهوالها اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يعلمون إلا الله ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله من حتى نتى مثل ما
رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد للسماء عشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا رسل ماكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم شيء يذبكم يا سغلكم يريدكم إلا وما أنتم من ذريتها ولا إنما تعدوا راد وما أنتم من ذريتها ولا غامي مروا على مكانتكم إني عاملا فسوف تعلموا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يزل في الماء وما كان لله لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوه قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يزعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام حرم ظهورها وأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وحيكم بيننا رامين وكاسدين وصغير وحليم فاتخذ الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رجعهم معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا الأكل والزيتون والرمان متشابها من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرما من انثيين أما اشتملت عليه أرحم الله ينفعني بعد ثالث ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرما من انثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إلا لا يدعو أم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضامن يدعمه إلا
أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ذي ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حمل الذكور كذب الذين من قبل حتى يقول فلا تشهد معهم فتتبع ما الذي هدنا بآياتنا والذين لا يؤمنون بآخرتهم لا يؤمنون تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وإياهم لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم هذه الأمور كان لا قلنا قد هذه لا يغفر ذلكم أصحابكم لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سورة كنا أدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله يوم الملائكة ويدي ربك ويدي فدى ويدي ربك يوم يدي فدى ويدي ربك لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن آمنا قبل أن تكن إيمانا الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا واستمر فيك إنما أمرنا لا يؤمن بهم ما كانوا فله عشوى الدنيا ومن لا من زيادها إلا إلا بالله وما يلما تتالي يا سراد مستقيم يا غير الإبراهيم حنيفا ما كان من المشركين والنسك والنحيا يوم عليه الله رب العالمين لا شريك لا رب ذلك من سؤال ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها لا تزيد عليها دنيا ولا تمنى ربهم أن يكون فيهم ما كان فيه تتركون والذي جعلكم الأمي بلدي ورفع بعضكم وبني درجات لكم فيما رأتكم إن ربك سريع بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد في
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنزل به ولله مبين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما تذكرون ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال ما منعك ألا تسجد من نار وأنتم يمضين قال فابت منها فما يكون لك ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمالهم أجدهم أرسلهم تابعين أخذ منها مدعوما مدعوما لأن طبيعك لأن نبيعنا منكم العين آدم صنعت وجودها الجنة فكلا منها يقول إذ الله ولا ترمى هذه شجرة وتكونا من الظالمين وسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن ذلك إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناس فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربكما ربناكما آتكما الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بفضلك ثم ربنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم فريشا لباس التوالى الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يرى هو القبيل في هذا إن جعل شياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا ضائجة قالوا وجدنا عليها آبانا والله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودوم للسياحين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم ارتادوا شياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مسجدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تضيفوا إنهم لا يحبوا المسلمين أخرج العباد والديبات من الرزق قل يا للذين آمنوا بالحياة الدنيا الحالسة يا مريم كذلك الفجر الآيات بقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير حق قالوا لكم بالله ما لم يجب فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
كذبا لو كذب بآياتي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا فليتهم مسلمين قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء واستكبروا عنا لا تفتح لهم باب السماء ويدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سبع الأيام وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مكاد خفيفهم الفواجع وكذلك نجزي الظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا نكلف نفسا إلا وسعها من غل تجري من تهتم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد رسل ربنا بالحق ونهتم الجنة ونهتم الأنهار ما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النير أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أصحاب الجنة أنا في ضوء علينا من الله يوم ما تتعلم الله علينا لا علمهما الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم الآخر وجاءت رسل ربنا بالحق فقال لنا من شبهة فيشفعوا لنا فلا بلغي الذي كنا نعمل فنزلوا أنفسنا فضل عنهم كانوا يبتنون إن أنكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عزيزا والشمس والقمر حتى إذا أغل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به ما أمرنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والثلاث الطيب يخرج نبات بإذن ربي والذي قبض ما يخرج إلى نبيذا كذلك نصرف لا يأتي لقام يكفر فأرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم ليس بي قاتل ولكني رسول من
لمع في البركان الذي ربكم على رجل ماكم ليمضيكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم يا رسول الله يا مثل ذلك أخبر الوحي ما كنتم ذلك هو الذي لمعه منا وغضب قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آيتها فذروا ولكم في يد الله لكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أطلبوا أن صالحكم شر الذي خير إيمان ما جميعهم الذين استكبروا إلا بالذي أنعمتم إذا فروا فأغروا الناقة وأتوا على أمر ربهم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا غيره قد جاءتهم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبغسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم يا أكرمكم به فلا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها لنخرجنك يا شعيب والذي آمنوا ما جمعنا الذي آمنت النبي بالذي آمنوا هنا كريم قد ابتلينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ما يكون لنا أن نعود فيها فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء
كفر ما قام من أهل الدعاة جائب إلا هم إلى الغاسر وخدت ومرد فأسره في جار جازمين الذين كذبوا شعيبا قال لم يغفر الذين كذبوا شعيبا قال لهم الغاسرين فتولى عنهم أمر يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي فنسأت لكم كيف أسأل من نبي إلا أخرنا ببساء الضراء العلام الضرعون ثم بدنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مصى ما أقرى والسلام أخذ جوانا وأن للقرى آمن واتقوا لفتنا عليه بركات يا سماء أولم يدر الذين يرثون الأرض من مادها أهلها لو نشاء أعزمنا بذرهم ونحن على قلوبهم وهم لا يسمعون يقول أن نغص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا ثم بعضا من بني موسى بآياتنا فرعون ملك ورب يا فاحذر كيف كان موسى فرعون حقيق على أن لا أقول إلا الحق أجد من الأيات قبل أن أذن لكم إن هذا ربكم تكذب بالمدينة قد عن أيديكم فأدلكم من خلاف الله ما تنظم منا إلا أنا منا بآيات ربنا يفسدوا في الأرض ويدرك بارياتك ورسل وانترون وانترين فوقهم وغيرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الله يغفر ويزهر من الأرض وعذر المتقين قال يؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربك أن يهلك أيضا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يضيروا بموسى وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ وَيَتَوَبَّلُونَ إِلَى اللَّهِ
تدعو لنا ربك إما عاد أنك عليك سبحان الذي سلم لأن لك مشارق الأرض ومواربها التي باركنا بها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمنى ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتى وراء قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى أبغيكم إلى الله وفضلكم على العالمين وإذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقال موسى سيقا فكتبنا له من الواح من كل شيء موعظة وتفضيلا لكل شيء فخذها بقوة على يدي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا وإن يتخذوه سبيلا ذلك بآياتنا ولقاء الآخرة من لقاء الإنسان إلى ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو وسلم يرى أن لا يكلمون آياته النبي اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم مرأوا أنهم أضلوا قالوا ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم حين الله تغفوني والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تقلد بها من تشاء
في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسألوا إلي أنه لا يدرك يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله رسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وتبعوه لعلكم تهتدون أم موسى أم يدور بالأرض أم يعدلون وقد أنهم اثنتي عشرة أصباتا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إن اضرب بعصاك الحجر حجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فاصبحوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم جرعا منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم على بلدهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأن الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يصنعون فلما انتهوا عنه فلنبعثن عليهم إلى يوم القيامة وقضناهم في دار الله أمم من المصالحون ومن نورك وفوردوا كتابا يخذون على الضاد الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي مرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق فلسوا يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا ما نضيع أجر المصلحين النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله
صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله جميع المجد وديه دواري زاد هجرا أبدا العب الحمي من عكا في الجود بحرا. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سيدي حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله سيد البوا سماوات سما ليلة أسرا، الله شفيع شمس شاع ذكرا. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سيدي يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نبي فارحمنا جميعا ومع الناس سيئاتي، نبي فارحمنا جميعا بجميع صلاة.